كابتن بلال الف مبروك. كان في روح النهارده، كان في عزيمه، كان في اصرار من البدايه ان انت عايز تكسب. انت اتكلمت على حته الاهداف قبل المباراه وقلت محتاجه بس تركيز. انت ممكن تجي لك النهارده فرصه واثنين وثلاثه واربعه، بس ازاي تعرف تستغل الفرص دي كويس؟ وده اللي حصل الشوط الاولاني، وتقريبا قتل الماتش زي ما انت قلت اكلينيكيا الشوط الاولاني. الماتش خلص الشوط الاول يا كابتن عادل 3-0 مع اسوان بيلعب ضد النادي الاهلي، نتيجه كبيره جدا يعني استحاله العوده يعني، وده اللي حصل يمكن، وده اللي ريحك الشوط الثاني، ده اللي خلاك الشوط الثاني بتلعب مباراه تجاريه شويه، تمام، بتلعب مباراه خلاص فيها اريحيه كتيره جدا يعني. الاهلي الشوط الاول استغل الفرص بشكل جيد، قدرنا نسجل 3 اهداف، فرضت سيطرتك من بدايه المباراه، وانا كنت شايف فعلا ان مباراه اسوان كان لابد منها. لاكتر من حاجه، الحاجه الاولى استعاده الثقه، صحيح. الحاجه الثانيه استمراريه تربعك على قمه الدوري العام. الحاجه الثالثه تعيد ليك اجواء الدوري العام مره ثانيه، تمام، وتدي جرس انذار كده لكل الفرق الموجودين في الدوري العام المصري ان الاهلي قادر وبقوه، صح. وان فارق النقاط سيستمر مع النادي الاهلي، هيبقى في فارق ما بينك وبين الفرق الثانيه، لو حد بيطمح او بيطمع ان انت ممكن تقع، فدي مسج ان الاهلي السنه دي ناوي على بطوله الدوري العام وبقوه ممكن جدا، ممكن يحسمها مبكرا ان شاء الله بالشكل ده اعتقد يعني ان شاء الله. الحاجه الاهم من كده يا كابتن ايمن ان انت وانت في اختلافات البطولات انك تكسب، صح. انا ممكن يعني امتى بتدور ساعات على المكسب بالنتيجه بالاداء؟ لما يبقى انت بتلعب في دوري واحد او بطوله واحده، بتحاول انك تدور على الاداء وتدور على النتيجه معاه. ليه؟ لان الاداء بيجيب نتيجه، احنا في الغالب الاداء بيجيب نتيجه. لكن انت النهارده لما تنتقل من بطوله لبطوله، من ماتش مختلف لماتش مختلف، من اجواء لاجواء، انت بتحاول ان انت في بطوله الدوري العام بتاعتك اللي انت عايز تحسمها وبشكل يعني كبير وبفارق، ان انت تحاول انك تكسب. اللي على النادي الاهلي ان يفعله في بطوله الدوري العام انه يدور على المكسب فين، حتى وان كان الاداء اقل من المتوقع. يعني احنا الشوط الثاني احنا طالعين مرضيين النهارده من المباراه، برغم ان الشوط الثاني الاداء اقل، ولكن انت حسمت النتيجه، انت مش قاعد على اعصاب، مش قاعد متوتر، مش قاعد بتقول انا النتيجه 1-0 ممكن اي ركله جزاء اي كوره اي، لا، انت 3-0 نهايه المباراه. فبالتالي الشوط الثاني كان عند المدير الفني اريحيه انه بقى يدخل شادي حسين والقندوسي ورم ربيعه وبرستاو وطاهر محمد طاهر، عندك اريحيه في التغييرات.